شلون هي؟ يا اخي انا مش فاهم شكل اللعبة هاي. فرحان بحاله. لك والله العظيم اني وحشي. لك شو عمر بحالك؟ المشكلة في ناس شافوا الجيران، يعني المشكلة كنت أظهرت يعني مهاراتي. يا حرام، انجلط انجلط انجلط. لك والله العظيم انجلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقائي؟ بنقول صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان اذكروا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم راح يكون موضوعنا موضوع جديد، شفتوا بالتعليقات هاي طلعت بالكم، إنه ألعب سلسلة العشرة مليار، يعني ضايلي تقريبا 3 مليار وبوصل 10 إن شاء الله، فراح تكون سلسلة. فإن شاء الله إنه نوصل 10 مليار بأقرب وقت. ومن ناحية الفيديو الماضي اللي صورته آخر مرة، الفيديو كان عليه تفاعل قليل، وكان الفيديو من ناحيتي كشخصيتي أنا شخصيا، يعني بقول لك عن نفسي، إنه كان كثير بعتبره ثاني فيديو من فيديوهاتي، يعني كان كثير حلو. فاللي ما شافه يشوفه، راح تشوفوه بالوصف، يعني على مستوى حطوا عليه لايك، خلي يقوى التفاعل شوي شباب، عرفتوا كيف؟ واللي بيحب يتابعني على الفيسبوك هاي بتلاقوا كمان تحت بالوصف ان شاء الله، واشتركوا كمان في القناة يا شباب، مال التفاعل على الاشتراكات صاير متدني كمان، مش عارف شو السبب. المهم خليكم على المقطع، بدي كمان نفقع لايك هذا الفيديو هالمرة، انا بدي اشوفه على البركة هالمرة، بدي اللايكات تشتعل، مش عارف كيف، مش راح احكي لكم رقم هالمرة، انتم بدي اياكم توصلوا لي اياه ان شاء الله، وخليكم على المقطع وان شاء الله انه يكون حلو. بسم الله. شو كنت بفكر؟ مش طبيعي. 6 ستريك. هذا يا انا بفوز يا هو بفوز. يعني انا قلت اشي، يعني هسه يعني انا قلت اشي غريب صح؟ لا حد ركز، لا حد ركز. ولي انا مش عارف شو اسوي، مش عارف شلون اتوقع، يعني شو احكي، لا مجال للكلام. هي قاعدة عم بتحاول توصل، عم بتحاول بترجعك، لا مجال. وهي شباب بين في الثبت، فإن شاء الله إنه جميل، يا جميل يا جميل. ترى شباب كيف هي من جاي؟ اجت كمان حبي، حبي الأول والأخير. يجي مية يا رايب، فزنا الجيم الحمد لله. ننتقل للجيم اللي بعده، هالمرة راح تكون طبشتي. كينج كونج، أول مرة. إيش قديش نقول إحنا، قديش نحكي شباب، نحكي كينج كونج أو هيك كونج، هي شيء زي هيك. وأخيرا لقيت الاسم، يعني طلع إذا صرنا بنعرف هذا الاسم، طلع صحيح، هذا الآن نعرف نحكي صيني. أوكي يا كلن، بما انك بتعرف تحكي صيني فوت 5 طبق يا عمي. والله بعض المرات الصيني بيفيد. ولعت ولعت. شفتوا
في لها تأثير يا أخي، في لها تأثير. ردوا علي، ردوا علي. طلعوا شباب الحركة كيف تفوت سنتين مع بعض؟ ايه لا تحكي لا تحكي تحرجونيش. تيجي هاي شي شيء شو هار؟ انا بعترف اني انسان شنيص مش لعيب. ردوا علي، ردوا علي شباب. ايه اللي حصل؟ مش عارف هذا. أنا لحد الآن مش عارف شو بحكي. الإبادة الإبادة أبدا يا هند، أبدا أبدا. سبعة مليار وأربعمية واثنين وعشرين مليون، هي ليش بلشت أصلا؟ حدا بقى فوز بثلاثة جنيه، صح؟ ثلاثة جنيه. يا زلمة ضروري يتسكرج، يا زلمة اشبط التليفون. الشاب الأبور علق يا شباب، فعم يستنى منه لقى حل. تجيش معه هيك، بدو رأي تجيش هيك، بتيجي تجيش تجيش تجي تجيش. هيك محفوظ السؤال يا حبيبي، انا اعطيك جيم بديل عليك يا جميل يا رايب. شفتوا كيف ماركة جنبيها؟ دي هي ليش مستغرب؟ أنا مش عارف. ولازم أتفنن، بس لا مش ضروري أتفنن. لحد الآن راح نفوز إن شاء الله. تيجي هيك؟ لا يا زلمة، لا لا لا. بالأخير برجعوني مليونين. بخاف والله يا زلمة. من هون شو ها؟ يا عمي طبشات طبشات ما طبشات. ايه الطبشات المعفنة؟ يزن بالله عليك انا فنان، بالك ما انا فنان يا زلمه. يعني اتوقع الكل عارف اني انا قصدها صح يا اخي. ما عارف شو يا زلمه. ثقه 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 عمياء بين المتابعين
وصاحب القناة وين رايحة؟ ايه معلم؟ هي احزر وين شباب؟ هي على الزاوية هناك اتوقع. انا الشط اليسار يعتبر على المشاهد طبعا. عزيزي المشاهد زي ما قلت لك هناك راحت، هناك هناك يعني على الزاوية على اليمين كان قصدي. سبحان الله اجدوا الثنتين، لا تدمروا شان الشباب. أنا قد قصدها، لا حد يقول مش قصدها، اللي بيقول مش قصدها بعد هذا الشخص بيعرف شنو. عزيزي المشاهد، يا لو أصلا لازم يسحب من الأول، لازم بس شاف كلمة يحيى، خلاص، خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هذا؟ أنا خلاص سكر 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 كاسل كاسل. عزيزي المشاهد، هذا الشخص فكر حاله راح يفوز، لازم يفكر قبل ما يفكر حاله قاعد يفوز، يفكر انه قاعد بيلعب مع واحد شميس، فهي لازم تشوف كيف راح يخسر. قول له جود لك على كل حال. يعني بيني بيني شباب بيني بتاش يعني سوالف. ايه معلم برا ايه؟ انا عارف انا اصلا ما في عارف. جود 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 ذكي ننتقل الجيم اللي بعده. طب ضايل جيم واحد وبنجيب الخاتم. شو الجين ملام انسى. هاي وين بديني من انت ضلك تفنن والاخير غير تخسر يمن لهالدرجة. مش واثقين فيه شباب؟ اين الثقة؟ اين هي؟ تجي فوق؟ والله انا حاسب تيجي. ردوا علي. يا زلمة لك لك عجزت الكلمات وأن توصفني. على فكرة جبنا الخاتم بس ما بينش. ما هو بالعرب اليوم شكلهم نايمين. وهي شباب ضايم للسنة، هل يا ترى سوف يأتي بها أم لا؟ أنا بقول راح يفوز. ما شاء الله
كمان الشخص بدور شباب. ألف مرة قلت لكم الشخص اللي بدور دايما إذا بدكم كنت تعاملوا مع تلعبوا هاي اللعبة لازم تخافوا من الشنيص مش المحترف. المحترف بده يخربط بخربطة، أما الشنيص مستحيل يخربط. نقول بسم الله. مرتضى الحاج، أوه سامع فيها. أتوقع صديق هذا من المتابعين والله تعالى. الإعلام وأخيرا تبرع لي واحد، وأخيرا بقول له ثانك يو ثانك يو. شو هاد بعد ما لعبنا 1000 جيم لأخي واحد بس برعنا واحد بده 5 7. بس قبل شوي مش كان طفشته. كيفك تغير هاي العصاية ما فيني شكلها تختفي. بنقول له جود باي. لا 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 شو جود باي، بدناش جود باي هي. بنقول له مع السلامة يا حبيبي. يا أمي يا خطير أنت. هذا شكله فرح. قولوا لي هذا قاعد بيلعب بدان، شكله بده شو اسمه، بس بيخطئ. وجيت فاجئته إنه لعبت له يا عادي. يا حرام يا حرام. خلي ضل فكر. ايه فقعوا لايك 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 لايك. نواس اكس تي يا حبيبي فدلياك. شو from India. بهني عن جد اني بهني. شو مش جاي مبين مش جاي. هذا هو الفراق. هالبرد نوصل 7 مليار و500 مليون. شو هو الاسم شباب؟ مين منور هذا؟ من الهند الله اعرف شو اسمه. النقطة هي افضل صح؟ يا اخي شلون هيك؟ يا اخي انا مش فاهم شو شكل اللعبة هاي. لك والله العظيم انه وحش. لك شو عمل حالك؟ المشكلة في ناس جيران يعني. المشكلة كنت اظهرت يعني مهاراتي. يا حرام انجلط انجلط انجلط. بقول لك والله العظيم انجلط. شو مش قلت لكم
باذن الله خلاص مليار 500 مليون. سو ابراهيم، ماذا ابراهيم؟ حبايبنا اهل المغرب، حاسس كراش تحت، ليش مش عارف؟ الحمد لله كان إحساسي غلط. بسم الله، مباشير اسمه مش عارف شو اسمه. راح يفوز ان شاء الله. كمان جود ديم جود ديم. ايه بلد بلد. مش قلت لك الحركة بعد شغال. ايه وصلنا 7 مليار و554 مليون. حلوين، لا بأس بهم، لا بأس لا بأس. إن شاء الله بنكمل بالحلقة الجاية إن شاء الله. فيا ريت تبقوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناة إذا مش مشتركين. وشو كمان؟ شو ضل؟ مش عارف شو ضل. المهم سووا اللي عليكم. كان معكم أخوكم يحيى. سلام.